دلوقتي. انا بس دلوقتي عايزه اطمن على حازم. ادخلي له. تعال تعال انا اوريك حازم. عجل قرد هو. اه تعال اتفضلي. ليه ما قلت لك قبل كده يا عم حمزه؟ انا ما اعرفش مكان غير هنا والدار. الدار اللي ابويا عاملها دلوقتي خلاص ما بقاش ليا مكان فيها. وانت لو كسرت بخاطري ومشيتني من هنا انا مش عارف هعمل ايه. بالله عليك ما تسيبني يا عم حمزه. انا ممكن اشتغل عندك اي حاجه، امسح لك المحل، انضف لك المكان، اشيل لك حاجه من حته لحته، اي حاجه والله العظيم. ومش عايز فلوس، انا كل اللي عايزه بس حته بات فيها. ماشي يا حسن، بس اللي اوله شرط اخره نور. بيتي واهلي متحرمين عليك، واهم شيء عندي الامانه. خلاص يا عمي، الكل بقى مستصغر عيله العطار. لا يا ولدي، عيله العطار طول عمرها كبيره، احنا اللي صغرنا نفسينا يوم خبطنا في بعض. مين اللي خبط في مين؟ اختي وابني خبطوا في داركوا يا زكريا، وخلوا عيلة العطار مشاع لأي حد. أنا بريء من ابني ليوم القيامة، ونفسي نفسي حد يجيبوا لي الحد هنا وأحطه تحت رجلي. أحطه تحت رجلي وربيه من تاني. وأنا اللي جاي وفاهم إنك هتساعدني. ما تاخدش على خاطرك مني يا ولدي، مش بيدي بس بيدنا. مين في البلد دي معاه رجاله وسلاح؟ مفيش غير عيله عبد الهادي، ودول كل رجالتهم اشتغلوا في الزراعه. اما عيله المحمدي بقى فما ينفعش نحط ايدينا في ايديهم بعد اللي عملوه قبل كده. دلوقتي كل حاجه تنفع. انا هتصرف. الحمد لله على سلامتك يا زوم. الله يسلمك، ما بقتش نافع خلاص، ركبي الاتنين باظوا. ولا يهمك، هتبقى زي الفل. وبعدين احنا هنكسر لك رجلين اللي عمل كده. انتي بق والله العظيم. والله العظيم وحشتني رخامتك. ياسمين، مين البلطجي اللي معاكي بره ده؟ لا يا مامي، ده مش بلطجي، ده تمانية. تمانية ده جدع جدا، ده هو اللي انقذني، ده اللي هربني يا مامي. واو. الحمد لله على السلامة يا نادية. مش كده؟ الله يسلمك. نورت. أول مرة تجي البلد؟ أيوة أول مرة. وانت جاية مع زكريا ليه؟ ما ترديش، براحت، أنا هسيبك واطلع. معلش مش قصدي، انت عارفة أنا بقالي كام ساعة في الطريق. حقك علي، ما تزعليش مني. وازعل منك ليه؟ ما عاوزاش تردي؟ ما ترديش. متشكرة قوي. على ايه؟ عموما انت ضيفة، اتفضل ارتاحي من السفر. يعني عايزة تسيبينا تاني؟ ده انا ما صدقت انكوا اتجمعتوا. يا ماما، انا بابي وصاني وصية لازم انفذها. انت مش بتقولي الملف ضاع منك؟ ايوه، بس انا مش ههدى غير لما ارجعه. وانت مالك ترجعي ليه؟ ما تسيبي عمك يرجعه. ما ينفعش يا ماما، ما ينفعش اي حد في الدنيا كلها يشوفه غيري. بقول لحضرتك دي وصيه بابي. طب انت يرضيكي اني ما نفذش وصيته؟ طب ما هو برضه كان موصيني اني افضل مجمعاكوا حواليا. يرضيكي اني ما نفذش الوصيه؟ مامي انا هرجع، بس الوصيه دي دين في رقبتي. زكريا برضه قال انه هيرجع وما رجعش. خليك انت بقى قاعده معايا. والله العظيم يا مامي انا هرجع ومش هبعد عنك ابدا، اطمني. مش عايزه افضل طول عمري بدور عليكم. اللي انا بعمله دلوقتي ده يا مامي عشان ما تفضليش طول عمرك تدوري علينا. ايه
هاش من شافك يا يوسف بيه. طب يا اخي لو مش عايزني عشان شغل اسال على سيف بيه. معلش يا باشا، انا صاحبي مات. ليك حق عندي، غلبتني لكل اجل الكتاب. البقاء لله يا باشا. انا بقى يا باشا بلاش كلام انت عايزينه، انت عايزها الحياه لما نجيب حق الظابط اللي مات وهو في شغله. عظيم، لازم تجيب حقه. بس هتجيب حقه من مين؟ من اللي نفذ ولا من اللي خطط؟ من الاتنين، ومن اللي اتشدد لهم كمان. هايل يا باشا، انا عايزك بس تبقى فاهم بتتلعب ازاي. لازم تفهم مين ورا كل حاجه، تحط كل الاحتمالات. فكر، فكر ازاي عيلة العطار في عمليتين عرفت ان الداخليه جايه فغيرت المكان. فكرت، وفكرت في الابعد من كده كمان، وسايب كل الاحتمالات مفتوحه. وحق اكرم هاخده من اي حد له علاقه بالموضوع ده، وبايدي. وانا هساعدك يا يوسف. الو فارس. ايوه يا عم سليم. انت فين يا فارس؟ انا في المستشفى. مستشفى ايه؟ طيب طيب انا جاي لك حالا. اتكسرت يا عمي. معلش يا فارس، كلنا اتكسرنا يا ابني. بس عموما انا بشوف رجالتنا وبجمعها، علشان اي حد فكر يهاوب ناحيه بيت العطار لازم هيندم. اسمع يا فارس، خليك مكانك ما تتحركش، وانا جاي لك حالا. مستنيك يا عم. سلام. الو مين معايا؟ انت اللي مين؟ انا سليم العطار. اهلا يا سليم بيه، معاك سميح. اسمع يا سميح، انا عايز مجموعه من رجاله الدار يكونوا موجودين النهارده قدام القصر النهارده، ويكون كلهم معاهم سلاحهم. هو حد قال لك يا سليم بيه اللي مشغل عصابه؟ نعم. انت بتقول ايه؟ بقول اني ما عنديش استعداد اخسر اي راجل من رجاله الدار عشان حرب ملناش فيها يا سليم بيه. انت اتجننت ولا ايه يا واد؟ الجنان اللي كنا بنعمله مع عيله العطار يا سليم بيه. وكفايانا كفايانا اللي حصل لنا من زمان من ورا عيله العطار. ماشي ماشي يا سميح، بس الكلام كده مخلص. وانا حاسس يا سليم بيه ان الكلام خلاص خلص، وما بقاش في حاجه بيننا وبين عيله العطار. ده اذا كان في حاجه اسمها عيله العطار من اصله. الو الو عاوز حاجه يا ابوي؟ رايحه فين يا رحمه؟ كنت رايحه اصبح على العروسه اللي في اخر شارعنا، كنت عاوز اتكلم معاك كلمتين. بتعلي صوتك ليه؟ وطي حسك، روحي بس ما تعوجيش. عم حمزه كنت عايز افوت على عم غزال عشان اجيب من عنده بقيه الحاجه. روح يلا وما تعوجش. حاضر. معلش اتاخرت عليك. لا خالص، صدقت اخلص شغل واجي. ممكن اخد نفسي الاول؟ طبعا انت بقالك كتير ما بتجيش المكان ده. اه فعلا بقالي كتير، بس فكره حلوه قوي ان احنا نتقابل هنا. بس مش ملاحظه ان دي اول مره كل واحد فينا يجي هنا لوحده؟ اه عندك حق. قول لي اتبسطت وانت مسافر؟ في الاول الموضوع كان صعب، بس بعد كده استقريت، تعودت، عرفت ناس. اسمها ايه؟ اه اسمها ايه يا ريهام. بسم الله ما شاء الله، متابعه كل حاجه انت؟ لا ولا متابعه ولا حاجه، انت بس اللي سيرتك بتيجي كتير. صالح العطار بقى وكده. انا ملاحظ ان انت بقيتي مركزه في الشغل قوي، باين عليكي. اه ما انا عملت عكسك بالظبط، انت هربت من شغل ابوك الله يرحمه، وانا غرقت في شغل ابويا. اتغيرتي قوي يا ريهام. عادي يعني كلنا اتغيرنا.
مين أصلاً كان يصدق إن إحنا بنتقابل دلوقتي وإحنا مش عايزين؟ ومين قال إن أنا مش عايز؟ ومن إمتى أصلاً إحنا بنتقابل غصب عننا؟ عينيك يا صالح، ما بقتش شايفاني زي زمان. عشان في حاجات كتير ماتت، واللي بيموت ما بيرجعش. مش عارفة أصلاً هنقدر نرجع نتعامل زي الأول. لا، وإحنا مش لازم نرجع زي الأول. عارفة ليه؟ مش الأول إحنا كنا بنحلم إن إحنا نتجوز عشان نبقى مع بعض، لكن إحنا دلوقتي هنتجوز عشان أبوكي عايز يورث في العطار بس، وده فرق كبير بين زمان ودلوقتي. فأرجوكي بقى يا بنت الحلال، مش عايزين نضحك على بعض من الأول. بقيت عملي وصريح وما بتخافش. المهم بقى دلوقتي هنعمل إيه؟ ولا حاجة، هنتجوز. إحنا ولا أول ولا آخر اتنين هيتجوزوا هما مش بيحبوا بعض. لا يا رهام، في فرق كبير قوي. أنا صحيح ما بقتش بحبك وقتلت حبك جوايا، بس أنا عمري ما هنسى اللي أنتي عملتي فيا زمان. أنتي كسرتيني، وأعتقد بقى لا جواز ولا أي حاجة ممكن يصلح ده. طب ياريت نبطل نتكلم في اللي فات ونتكلم في اللي جاي أحسن.